يقول: إذا كان أخي لا يصلي إلا قليلا ولم تنفع معه النصيحة، فما الواجب؟ استمر بالنصيحة، استمر بالنصيحة والدعاء له في ظهر الغيب أن الله يهديه سبحانه وتعالى، وناصحه بالحسنى، يعني مو دائما يعني تعال تهاوش وتصرخ عليه وكذا، لا تعال مش معي المسجد، خاصة تقول يصلي أحيانا، والهادي الله سبحانه وتعالى.